خلاص يا ملك المقامات. صلى على حضرة النبي. إن الله عليم خبير. يا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم يا دكتور. نعم يا دكتور عبد الناصر. نعم يا ملك المقامات. فتح الله عليك. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك رب وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما
ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. اللهم صل على حضرة النبي. يا نورت الإذاعة المصرية كمان. أنا عايز أسمع الصبا بتاعك الحلو ده. والله العظيم قلبي بيتهز لما بسمعه منك كمان. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك العريس بقى بقدر ما اسعد الناس. ربنا يبارك فيه بقدر ما اسعد الحضور يعني. جزاه الله خيرا وتقبل الله منا ومنه صالح الاعمال. امين يا رب. الله يحفظكم يا رب. والله يا دكتور عبد الله وسعيدنا بوجود الشيخ شعبان. ربنا يبارك فيه يا رب. اخونا وزميلنا المجتهد والمحترم. الله يبارك فيكم. الله يتقبل منا ومنكم ويجعل دائما ايامكم عامره بالافراح. حاضر حاضر. ألم يجدك يتيما فآوى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك فأونا.
اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك مسلم يا سيدي النبي صلى عليه وسلم. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إِنَّا
فسلمت عليه الحمامة والغزالة ونتج له العنكبوت بقيت السلام. وقالت له الناقتي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الله يبارك في عمرك ويزيدك علم وإيمان ويجعلك من أهل الجنة 76 وإياكم آمين وإياكم اللهم آمين وإياكم سيد ربنا تقبل. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الفاتحة. زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام. الفاتحة للشهداء. الفاتحة لشهداء جمهورية مصر العربية وخاصة شهداء كيرا مركز ومدينة نبروت قهلية. زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام. إنا كفيناك المستهزئين بأبي أنت وروحي وأمي يا رسول الله، صلوا عليه وسلموا تسليما. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، عشنا واستمتعنا في هذه الليلة التكريمية العطرة. هذه الليلة ستسطر في طيات التاريخ بعزالكم العلم القرآني الكبير، فخر القراء الإذاعة المصرية عن دليب وكروان الوطن العربي، والذي سنستمع له غدا في صلاة الفجر، فضيلة القارئ المتمكن والبارع دائما، صوت يدوي في الأذن كدوي النحل في الخلية، فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرب. كما سعدت اليوم بالقارئ والمبتهل بالاتحاد الإذاعة المصرية فضيلة القارئ والمبتهل المؤدب الخلوق حبيبي وصديقي.